موضوع مكافأة نهاية الخدمة مع التعديل الأخير، وسيتم استدعاء التأمينات إن شاء الله في الاجتماع القادم على أن يطبق هذا التعديل، لأن أصلا من ضمن التعديل اللي صار في الجلسة قبل اللي فاتت، فمن سياق الحديث مع المستشارين أيضا وجب علينا استدعاء التأمينات حتى نلزم التأمينات ووزارة المالية بصرف مكافأة نهاية الخدمة. تم مناقشته مع الهيئة اليوم لأن تأخروا كثيرا في صرف الأثر الرجعي، وافقت الهيئة وتعهدت أمامنا بأن راح يتم الصرف إن شاء الله في 1/4 مع الميزانية الجديدة.